مشاهدينا، رجعنا تاني لحضراتكم، لسه مستمرين معاكم وصباح القاهرة. الفقرة اللي جاية معانا الحقيقة يعني فيها حاجات كتير قوي حلوة. لما نقعد نقول الشباب هم مستقبل مصر، هم مستقبل البلد دي، مش كلام ولا شعارات، دي حقيقة. كل واحد بيعرف يرسم لنفسه طريق يمشي فيه وينجح فيه. لو انت عايز تنجح هتنجح، لو انت عايز توصل لهدف هتحطه قدامك وهتسعى وهتوصل له. مفيش حد بيقعد في البيت ويقولك اصل انا مش لاقي شغل، اصل انا اتخرجت وجايب تقدير عالي وما عنديش واسطة. خلاص مفيش الكلام ده. اللي عايز يثبت وجوده ويثبت نفسه ويشتغل بيثبت نفسه ويشتغل. هنتكلم بتفاصيل كتير عن قصة نجاح وشطارة النهارده مع ضيوفي اللي منوريني في الاستوديو. اسمحوا لي ارحب دكتور كرم مسعد، الاستاذ بكليه التربيه الفنيه جامعه حلوان، ومستشار التطوير والتدريب بشعبه الذهب والمعادن الثمينه باتحاد الصناعات المصريه. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا، شكرا. وكمان المبدعه الجميله سلوى سيد مرسي، اهلا بك يا سلوى. اهلا بحضرتك دكتور. خلينا في الاول كده برحب بحضرتك، طبعا معانا ضيف كريم في صباح القاهره. ايه حكايه سلوى؟ والله حكايه سلوى حكايه جميله وطيبه. يمكن جايين نتكلم النهارده ونقول اللي عايز ينجح مش محتاج يكون معاه اموال كتير، مش محتاج معاه يكون خبرات كتير، مش محتاج يكون معاه شهادات كتير. شابه مصريه قررت ان هي تتعلم شغل الاكسسوار الحلي. بدانا المشروع بتاعها من كام سنه كده اهوت ب 100 جنيه. اوكي. وبدات هي بقى تتفاعل وتقدم افكار بتاعتها بشكل بدا يتطور، بدا ينمو، لدرجه ان هي دلوقتي بدات تعمل مشروع في فرانشايز، في ناس بيساعدوها، بتبدا تسوق، بتبدا تقدم رساله للناس ان انا اقدر ان انا اغير جزء في التاريخ في العالم، ان انا النهارده بحلم ان انا اعمل حاجات انافس بيها الصين من خلال فن الحلي والاكسسوارات البسيطه اللي اقدر اعملها في البيت في ورشه صغيره جدا، يعني تكاد لا ما تكملش مثلا متر في متر ولا حاجه. هي. فدي رساله النهارده بنحاول نقدمها من خلال المبدع اللي معانا سلوى. سلوى احكي لي بداتي ازاي؟ انا اول ما بدات كنت بجيب المعدن ده بالجرام. الاول الفكره جات لك ازاي؟ الفكره انا بحب الفن. انا بحب الاكسسوارات اصلا، انا كنت بشتري الحاجات دي عشان انا البسها. ففكرت ان انا اعمل اللي هي العين والحاجات دي. بعد كده عملت اكسسوارات اللي هي الخلاخيل. جبت كنت بجيب بالتلاتة اربعة متر. دلوقتي بتجيب بالاكبر، البكر الاكبر عشان اوزع اكتر. بس بدأت كان معايا 100 جنيه. جبت حبة شغل كده صغيرين، عملت منهم كتير بس ما كنتش بحط في الورق ده. جات لي الفكره ان انا ازاي، رحت للتاجر قال لي ازاي انا هاخدها منك كده، لا انت لازم تحطيها في كارت. جبت كروت وكبرت كارت ده اللي هو ده اللي هو يخلي قال لي لازم الكارت ده. فبعد كده اتطورت بقى، جبت كروت وجبت الاكياس اللي على قدها وجبت الاطفال يبقى مرسوم عليها طفل. بقيت تغلفي الشغل بتاعك. واحده واحده بقى انا تعبت، يعني تعبت من كتر الشغل اللي انا بحبه، مش عايزه انام، انا مش عايزه انام، انا عايزه اسهر عليه. تعملي حاجه بتحبيها ومستمتعه بيها، انا عامله زي وفي نفس العامة. الوقت بتخليكي تكسبي كمان فبتحسي بنجاح يعني اكتر. انا عايزه اقول لك لو كسبت شلن انا كده كسبت. كسبت لان انا هعمل كميه كبيره، واللي هياخد مني بريده وشايف شغلي زي المستورد مثلا فهياخد مني انا، لان هو. طب خاماتك بتجيبيها منين؟ من تحت في الغوريه وحاره اليهود. تنزلي الاسواق اللي هي الجمله تجيبي منها الخامات. كنت الاول بجيب السعر غالي شويه، قعدت ادور لغايه لما جبت سعر ارخص عشان اقدر ابيع ارخص. الاول كنت بجيب بس مش عارفه ابيع بالسعر ده والتاجر مش عايز. بقيت ابيع للناس تجار الجمله تحت. مين علمك بقى تعملي الحاجات دي؟ محدش علمني حاجه. انا بدات كده. بس بقى الاسامي النشر والكلام ده الفضل للدكتور كرم. انا ما كنتش بعرف اعمل اسامي، فهو نزلت معايا بقى اخد كورسات، هو قال لي. فبعمل اسامي نشر. بدات ان انا يا دكتور تبنيت الموهبه. طبعا هي